ورجلك دايسه في الملعب هتديني تجربتك. بص يا دكتور، احنا فاهمين الاستثمار في كرة القدم غلط. ما ده انا معاك تمام. اللي مدمر الكورة في الاجيال اللي طالعة، الاجيال اللي طالعة. انا مثلا دلوقتي انا محتاج اللي انا يعني انا عندي لعيبة تعاقدات تمشي من الفرق. فبدأت ابص على لعيبة ناشئين 2003 اللي طالعين من الاندية. لما تيجي النهاردة يا دكتور تبص على اللعيبة اللي طالعة من الاندية وتيجي تشوف مستويات اللعيبة، ازاي لعيب ده كان بيلعب ناشئ بقاله مثلا 7 سنين ولا 8 سنين وتيجي النهارده فاقد لاساسيات كرة القدم اصلا، وكان بيلعب في انديه وبيلعب دوري جمهوريه وبيلعب في انديه كبيره، مش عايز اذكر اسامي الانديه دي. بس النهارده ايه اللي وصلنا للحته دي؟ النظام اللي هو شغال الاستثمار، وبرده الرؤساء الانديه مظلومين. ما هم انا فيش لما بيجي لي موارد، النهارده انا الموارد ضعيف، واحد يقول لك ويجي لي واحد يقول لي انا هديك، انا هاخد القطاع منك ب 3 مليون جنيه واشيل عنك كل حاجه، واشيل عنك كل حاجه، مش هصرف. انا النهارده القطاع الناشئين بيصرف مصاريف كبيره مش صغيره، غير النهارده شوف التنقلات اللي بتحصل الكلام ده كله. فالنهارده الموضوع ده لو ادارت الاتحاد الكوره يشوف له حل ويتقنن بشكل تاني غير الشكل اللي موجود دلوقتي. انا اقول لك احنا النهارده ليه النهارده ما بنشوفش لعيبه كبيره النهارده، لعيبه صغيره بتلعب في الاهلي والزمالك اعمار صغيره؟ عشان ما عادش في مواهب عندنا، المواهب ما عادش. احنا عندنا لعيبه كتير وعندنا لعيبه كتير كويسه، بس اللعيبه الكويسه كلها بطلت كوره عشان مش قادر. انت ضربت الاهلي والزمالك، لا في، لكن المشكله في الاهلي وفي الزمالك يقول لك لا انا بنافس على بطوله مش هجرب لسه لاعب صغير. انا ضربت امثله النهارده بعدد من اللاعبين، لما الاقي واحد زي عمر خضر اللي الزمالك يبيعه لزد بكام؟ ب 3 مليون وهو مواليد 2006، وبعد كده يروح استون فيلا ب 3 مليون ونص دولار، تمام؟ لا يبقى دي موهبه صح، بس انا مش مديله الفرصه. واحد زي عمر سيد معوض ده باك عصري يكسر الدنيا في الاهلي، واحد زي عابدين كسير دباك اديله، واحد زي كريم الدبيس في النادي الاهلي ما خدش فرصته ليه؟ طب هي كانت الفكره فيها يا دكتور، الفكره كانت زمان في الاهلي والزمالك كانوا بيلفوا المحافظات ياخدوا اللعيبه الكويسه اللي بتظهر وياخدها عنده القطاع مين اللي عمل يبدا كده يشتغل دلوقتي؟ معاه. امبي يا كابتن. ايوه النهارده امبي النهارده امبي النهارده اللي موجود فيه النهارده الشغل اللي هو شغاله عنده. انا بتكلم في نقطه، النهارده الاهلي والزمالك بيلف او الانديه الكبيره بتلف، مش لاقي، مفيش مواهب موجود، مفيش مواهب موجود. ليه؟ عشان خاطر القطاع الاستثماري. النهارده عشان ابني يلعب يدفع 20,000 جنيه. انا معلش ده الفقراء هم اللي بيلعبوا كوره. اللاعب اللي بص اللاعب المميز اللي تلاقي اللي ظروفه تعبانه. طب هو والده مثلا هيصرف عليه ولا هيصرف على اخواته ولا هيدفع هيعلمه ولا ايه؟ فتلاقي الولد الصغير عنده موهبه وعنده الكلام ده وفجاه ما تلاقيهوش، مش قادر. يا اما تدفع فلوس يا اما تبطل كوره. فاللي بيلعب اللي بيدفع فلوس، هو الطبيعي هو بيدفع فلوس عشان يلعب. بس مش هتستمر يا كابتن، اصل هتدفع فلوس وما عندكش موهبه. كره القدم حكمها الجمهور، يلعن ويلعن اللي حاطينه في الملعب. ما دكتور ما النهارده بنيجي مش لاقيين لعيبه كويسه للفرق دلوقتي يا دكتور. النهارده لما تبص على الاهلي والزمالك اللي جابوا بطولات الاهلي والزمالك قبل كده مين؟ ابناء النادي يا دكتور. تمام. كان كل سنه بنلاقي في الاهلي والزمالك طالعين 5 6 لعيبه فريق اول. النهارده الوضع مختلف، النهارده الوضع رايح لسكه ثانيه. النهارده الوضع ده لو ما قدرش يتعمل له شكل، ما انا اديتك مثال بامبي، الفرقه كلها من قطاع الناشئين. ايوه ما هو انا طب شوف امبي عامل ايه، كل سنه امبي بيبيع كام لعيبه يا دكتور؟ ماشي بس عنده أيوة القطاع بيكمل، أيوة قطاع بيبيع بيبيع منين يا دكتور؟ بيبيع من قطاع، من قطاع الناشئين.